وحدات كشقيه مرموقة قلنا هينا مرموقة نكيل على طابنا يا وانو شعب كتابتي الدنيا سبول باتشرة سهلة دي تجار الدواء سلسلة طريقه ويسعة سبي يد الله ما تهاي صحيح ما كلا قرو قفه وعن إلى هيبا قرنا يا مساجد الدواء خاصة بينا يا لوك الدواء خاصة بينا يا تتكو شغال يسي مركز هذا وافتين صوب حي إلى داية أنت يدل كل سنة أفضل يصدق خاصة نضوض وحموضة أوشغيي أحمد موغان الحياة شعب كمغالة ده هرقيسة واركتدو ده كديب تيسي ده واركان موشين كان لغو دونا يو إنحيل كان لغاقة طورو مايير كا عاسمة ده هرقيسة عبدكرين أحمد موغي أيا شعب كمغالة ده هرقيسة واركتدو ده كديبان إياه أيا وحي يراه دين حلقة قائد سيسان ودو مشانو كحيقنا يبا مير موغي وحقبتو ودك وادركتا كوة ملاح ده ودك هايستان قبن توقبتي وادركتا ودك وحكا تاقن عدالة دهر وعدالت كشقية مير موغي قولان هاينا مير موغي نكيل عدوان تابانا يا وانو شعب كتابتي شعب كنو حنو شيقيا ده إناي وحالي على وحي سومالي لان شعال هرومبرك هرقيسة شعال إنا مقالي هرقيسة كورو سعطو وحي دونيا وانا ده مايركا اي ده لا شقيان وحي على وحي كهري مادنا اي سيدا دادك تيران محامو شبال وقادي وحي كصابحا عيد مكو ما صابحنا يا بدل كرا شعب كي دورتي ميسان كودا قولا دا إلما قياسي كرتو وحان لايا هاي هكولو قوينا وحان هل كان كغا حد لينا موشين كا ما يركا موشين كا ما يركا لغو سوى چه دي هورتا ديمشان نكو حيقنا وادن كا وحشا غيني أساقا نو هاينا ان عيد موشين كا كو سوى قادة سانا وحانو عارنا عيد حوالا ومدا كو سوى عطو حوالا ومدا دواني سينا حنان والله بالله تالله ما ير موغي ننك ردايا والله واقف هرقيسة كو عدو نينك إنا موغا ردايا لماذا نكحيقنا والله نفتا نهرنا نفتا انتي دال كلسنا أفضل يصدن قاسة نضوض وحموغضة أوشغيي أحمد موغا الحياة لما عفي لما عسيلي كارو موشنا لغا ما كاني كارو تدوينها أوردن هرقيسة دقن وحان أقوب باقينا موشن كا حدو صوب إن لغا خورتاقو وعان لإدعين garab kii saalaha galo adigu sanaa la jibi aan jiray saddex iyo konto ma jiray anigu isku qabil ma nihin oo ilaahay igoo ilaaha saayga sareeye ma fahantay aragtidu waa way ku qaaliba inta Soomaaliland ay jirtayba iyo maalinka maanta wax iga duubayso ma yar Soomaaliyeeba ma jiraba Soomaaliyeen wax la mid ah ninkii loo jiray bilaa rafle ma fahantay taas kalimka hadlaya in qiyaar ka mid yahay kabay baan marinaya adduunyada Soomaal baa jira saalad iyo tijaar adduun waa silsilad taariikh way socotaa sabab iyo dhalan baa tahay صحيح ما كلا كرو وحلا يا مدوحينا مصبيحي يا حلي بعضنا ذن كتشرة دلو توسي ماشين تفرديا ما يركن هلا دايو ما يركن هلا دايو وتدا واحد مريا بابو بلا مريا وتدا كام مريا وواحد مريا بحرا مريا وحولا مريا ما يركن هلا دايو تدا مش قاري شيء تدا بقولي أول سنة فا ما فهمتي تدا وارم بقولي سينا يا ما فهمتي تدا كي حتقولوا كل شيء إيمان لاين تكير قبان واقوس سن سبينا يا مدوحينا حلونا نيجي تدا كم مسؤولين ترى وضياشن كلا ياشا يا لا بدل قولي ودني يوم رات ما فهمتي ليش مسك فريا قف هو عن إلى هيبا قرنا يا مساجد الدواء خاصة بينا يا لوك الدواء خاصة بينا يا تتكو شغال يسي مرك هذا واي فتين صوب حي إلى داية كلي بحال يدي واي أرجو مرك وحي ما دام بهلا شنو هانتي ودك إنه برواق الكشرنا نبعن كشرنا الحمد لله رب العالمين عدوا حنا قبطي عدوا حنا قوم ما دحض ويلي راح aan waxa weeye marka maanta magaaladu aad u yar kacsantahay kacsanaan kalena ma aha dadku umadu waxba u indha ah waxna waa u garasho baladeeg waxna waa u garasho waxna waa u indho umadu waxa u garashada ah ee ay wax ku garanayaan waxa weeyaan imika wadani ku taaganahay wadani ku taaganahay de nimba ilaahay inta ka sokeysa inoo dhisay عبد الكريم أحمد موجا الله هداي سجى نور سي أو ندب كيو تاجي ومجاهد وقرحيي وملو البو وتك ساري بركة تكو عكي كعسيهين ما أنت أياد وك عسيهين شو تقول وك عسنت هاي واحد مغلين مايركي والكذي يا مايركي لو بدلية ما يشنا إيدا شوكتا إن أجن هاي إسباني مركي يمي مايركي لي يمي رجلي لي يمي يا مركي وراي مايركي واحد ويان meesha loo dhiibay de looma dhiibina ilaahay amarkii buu ku yimi cidna uma ogolaateen cod buu ku yimi ilaahay amarkii uu ku yimi codkii bulshada uu ku yimi
مركب waxaan leeyahay rag noocaas ee meesha maraya rag la sheegay anigu kaliya ma ahayd bulshada loo sheegay waxa kamida ragii shanta maalinta kaliya taale shanta wado gooyay shan wado ayuu gooyay rag la sheegaya waxaan leeyahay waa arkaa waan tooba ummaduna way maqlaysaa ay dib ugu noqonayna maanta kadib kiisa leeyahay Cabdikariin Axmed Moogan Liibaan ma maqlaysaa inaan ka ibn xalaalka ah shaqeeyay waxaanu maqalay dabada duqulaalayo hadii rigiis leeyahay qar wax keen loo yiri war naga tago wax keen mayna wadooyinkaanu sameeynaay ayaa naftiisa ugu keenay ayaanu maqalay inaan ka ducar qaba ee madaxweynaha ka qaba ee madaxweynaha soo socda ka qaba ee dadka Ilaahay u dhanka qaba 26 kun aanu siinay nin fargeliyo iyo nin la hadlayo nin soo doonta dooni mayno dhegeyso waanaanu habaaraynaa hadduu habaarku wax ka tari waayo inaga gacantaanu la tegey waxaan maqlayaa hadal leeyahay maarka laga qaaday xilka Cabdikariin Axmed Moogan waxaan leeyahay 26 kun ku codayaan kamid ka ahayn waan ku joognaa hana baqan cid xilka ka qaadi karta iyo cid waxaan ku leeyeen muushika keenay kitab ma jirto waan ku joognaa 26 intayd Hargeysa ku noolay maanta waxaan la safanahay Cabdikariin Axmed Moogan waa wali Ilaahay noo soo diray waxa weeye ninkaasidii maayradii hore wax xuli maayay wixii dadka cashuurtii waad aragtay markii degmo walba sida laga dhigay maxaa laga dhigay waa cashuurtii aanu bixinaynaa inaga naga la qaadayo ma aha ragal khasriyada ku shubanaya cashuurahoodii dadweynaha ka qaadaya khasriyada ku dhacay ugu xumay horta hadallada soo baxay social media haysta maayarkana cid xilka ka qaadi karta ma jirto 26 kun oo cod baa doortay oo reer Hargeysa uu u shaqeeyay wadooyin labeena buu sameeyay bridge uu sameeyay buundooyin buu sameeyay magaaladii buu habeeyay marka dadka maanta doonaya inay la xilkan ka qaadana waa dad doonaya inay xoola umada cunaan waa in dad doonaya in Hargeysa dib u noqoto maanta iftiinka ee Hargeysa soo baxay waxaan leeyahay laga damin dadkana ha laga xishoodo baan leeyahay mahadsantii kalfadhiga lagu furayaan waxaan u arkaa inay waxa bilaa bulshada uu inay iska dhaxmaraysataana wax macquul ahay waa sababtoo ah wax qabadka maayirka waa la arkayaa caasimadda wuxuu ka geystay umid indhalaa iyo mid aan indhalaayniba uu arkay caasimadda wax qabadka ku geystay maayirka marka waxaan leeyahay ninka motion game ka soo diyaarinaya inuu kalfadhiga ku furi doonayo maayirka maayirku waa taliyaan rooma joogan leey cidina taaban mayso madaxweynayaasha dalka joogay dalka loo soo dooranayay isaga ka qaalisan maanta marka waxaan leeyahay ninkaas waxa ay ahaa internet fashilmin waayaga laabta ku haysa baan ku leeyahay ku muqursan hadii sanadkeeda ku gaadhay iskiis Cabdikariin de waxa weeyii maayirka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waliba Hargeysa maayirka maayirada maayiraan ummada soo marin weey waa ninka wadadan aan taaganahay Ilaahay ka soo dhisay ee suurta gashay inuu isagu gacantiisa ku dhiso uu keeno baleenka qorshaha iyo nidaamka iyo dhaqaalaha lagu dhisay in la xakameeyo la ururiyo Cabdikariin rag xagxageenay ee doonaya maanta inay Cabdikariin Cabdikariin ay leeyeen xilba ka qaadana Cabdikariin Axmed Moogan nin loo hanjabood lix xildhibaan inta qol isku soo xidhan in halka fadhi baan u rabnaa oo waxaanu ka qaadaynaa xilka wallahi baan suurtagalayna shacabku haysta nin aan Cabdikariin Axmed Moogan hayna kama shaqeyn karo caasimadda Hargeysa caasimadda Hargeysa kama shaqeyn karo cid aan maayir caasimadda ka noqon karto aan Cabdikariin oo aan Cabdikariin ahayn oo maayir noqonaysaan ma jirto nin walaba taa ku biicad waxaan kula shaqeynayna shacab in ay xukuumad sii dhacaysa oo dhaqaale darro hayso oo aqoon darro hayso oo kartilaan hayso inay Cabdikariin ku mashquulsho wax qabadkiisa oo yidhaahan kalfadhi baan ku furaynaa inay ka hayn warqad ka soo qaado wasaaradiisa wax aqli gala maaha kuwa wax laga qaadayo maayirada xilka laga qaaday waxa weeye ka gabiil ay haystay 10 milyan shacab ku leeyihiin ku maqan iyo ka saaxil haystay 1 milyan shacab ku leeyihiin dhaqaalahoodii ku maqan yiin ee hanta dhowrkuna ka cabsoonaya inuu shaaciyo marka Cabdikariin waxa weeye nin ummadan iyo dalkan iyo dadkan u shaqeeyay waana hormuudka dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasto siyaasiin waa inuu ku daydo de waxaan leeyahay reer wadani weeyo wadani buu ka soo baxay xagxaagashada ka daaya Cabdikariin habaar lagu kari waayay wax qabadkiisana uu soconaya shaqadiisa way soconaysa wallahi nina in 50 sano iyo wax ka badanba isagaan ugu cilaynaa haysane dadkii doortaa unay waan ku qanacsanahay hoggaamintiisa inuu ahaado Cabdikariin maayirka caasimadda Hargeysa 200 oo qof 2200 oo qof baa diyaara inay u dhintaan hadii la falsafad farageliyo waxaanu leenahay bulshada degmada caasimadda Hargeysa ku dhaqan maayirka wax idin qabaya ilaashada anagu waxaanahay heer cirgaan oo shacab ku dhaqan hadaanu maqallo waa laga qaaday idinku ma halkaas dhigan leenahay Qabila Axmed Iriye CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optic kaas oo xawaarihiisu kala go'lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوقد لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121